إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. فاللهم صل عليه صلاة كاملة وسلم تسليما تاما، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحاجات وتنال بها الرغبات. وارض اللهم عن الصحب والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، موضوعنا اليوم بإذن الله تعالى عن التوبة إلى الله. عباد الله، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن العلم بها عملا وحالا، مع أن التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة. لذلك استحق التائب أن يكون حبيب الله عز وجل. فأصل التوبة إلى الله الرجوع، فالتائب هو الراجع عن كل ما يكره الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. عباد الله، إن التوبة صحة للقلوب، فمرض القلوب لا يكون إلا بسبب الذنوب. وما أجمل التوبة، فهي الأمل الدائم لله والرجاء الذي لا ينقطع. فالله عز وجل هو الغفور الرحيم، دائما بانتظار عباده التوابين. يقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بالتوبة إلى الله، فقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يوصينا بالتوبة والاستغفار. فقال عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني
أتوب إليه في اليوم 100 مرة. فالتوبة عباد الله تنير القلوب وتأتينا إلى سبل الخير. ولا بد لنا عباد الله من الوقوف بين يدي الله، فكلنا مذنبون ومقصرون بحق الله تعالى. فلنقف أمامه خاشعين القلب، منكسرين الجوارح، ولسان حالنا يقول: يا رب ليس لنا أحد سواك يقبل توبتنا ويرحمنا، يا رب ليس لنا أحد سواك يتوب علينا ويغفر لنا ذنوبنا، يا رب ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. فتوبوا إلى الله تعالى توبة نصوحا. فما هي التوبة النصوح؟ إنها التوبة الصادقة الخالصة لله وحده لا شريك له. فهنيئاً لمن تاب لربه توبة حقيقية، فقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده التوابين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولتحقيق هذه التوبة يستلزم 3 شروط. أولها ترك الذنب الذي تبت إلى الله تعالى منه والاستغفار الدائم عليه. فمن استغفره وما زاد على ذنبه فلن يقبل الله منه توبته. وثاني شروط التوبة هو العزم على عدم الرجوع لهذا الذنب مرة أخرى. وثالث شروط التوبة الندم على ما اقترفه من ذنوب وخطايا. فالندم أهم من الاستغفار، فالله لا يقبل الاستغفار من عبد يجهر بذنبه ولا يستحي منه أمام الله تعالى. فيجب علينا عباد الله أن نرجع إلى الله ونتوب إليه. ولا بد لنا يا إخوتي من الوقوف بين يدي الله عز وجل حتى يرضى عنا ويغفر لنا ذنوبنا. أيها الناس، توبوا إلى الله توبة نصوحا، فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولعل أكثر ما يجذبنا في قصص التوبة قصة سيدنا آدم الذي عصى ربه في الجنة حين وسوس له الشيطان هو وزوجته ليأكل من الشجرة التي أمرهم الله بالابتعاد عنها. فما كان من سيدنا آدم وزوجته حواء إلا أن ندما ندما شديدا على ذنبهما وتابا إلى الله توبة نصوحا، وظلا يبكيان على ما اقترف من الذنب إلى أن تاب الله عليهما وغفر لهما بسبب توبتهما النصوح. وكذلك قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وعامر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للاستعداد للحرب، إلا أن كعبا ورفقاؤه تخلفوا عن المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي إلا أن جعل أمره وأصحابه بيد الله تعالى، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت بسبب مقاطعة الناس لهم، إلى أن نزلت الآيات الكريمة في سورة التوبة التي تبين قبول الله لتوبتهم ومغفرته لهم. ودعوني أذكركم إخوتي بقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد التوبة إلى الله، فذهب إلى عالم ليسأله عن التوبة. فدله الناس على راهب، وعندما وصل إليه حكى له عن حاله وسأله: هل لي من توبة؟ فأجاب الراهب بأن له ليس له توبة، فاغتاظ الرجل منه فقتله مكملا
وعندما وصل إلى رجل ذي علم وحكى له عن حاله وسأله هل لي من توبة؟ قال له الرجل، قال له العالم: وما الذي يحول بينك وبين التوبة إلى الله تعالى؟ وأرشده إلى بلاد فيها أناس يعبدون الله ويتقونه. وعندما كان ذاهبا في طريقه وافته المنية، فجاءته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ليعرفون أين سجله. فملائكة العذاب تقول بأنه لم يفعل خيرا قط، وملائكة الرحمة تقول بأنه جاء إلى الله تائبا. أرسل الله إليهم ملكا على هيئة إنسان ليحكم بينهم، وأمرهم بقياس المسافة بين البلدة التي خرج منها وبين البلدة الصالحة التي كان ذاهبا إليها. فكان الرجل أقرب إلى البلدة الصالحة التي كان ذاهبا إليها، فأخذته ملائكة الرحمة فقد غفر الله تعالى له. عباد الله، فلتتوبوا إلى الله تعالى مهما بلغت ذنوبكم، واعلموا أن الله غفور رحيم يغفر جميع الذنوب والمعاصي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه صلاة كاملة وسلم تسليما تاما. اللهم صل عليه عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. ثم أما بعد، عباد الله، فلتعلموا أنه لا بد من الإخلاص لله تعالى في التوبة، بأن يكون السبب الرئيسي للتوبة هو حب الله وتعظيمه ورجاؤه، والخوف من عذابه والطمع في مغفرته. لأن يكون السبب من أجل التقرب إلى مخلوق أو لسبب من أسباب الدنيا الزائلة. فباب التوبة إلى الله مفتوح دائما، ولتعلموا أنه لا يقبل الله التوبة بعد ظهور علامات الساعة الكبرى، وأولها ظهور الشمس من مغربها. فما زال باب التوبة إلى الله مفتوحا، فلتسرعوا عباد الله بالتوبة إلى الله واللجوء إليه. والتوبة عباد الله تمحي ما قبلها من الذنوب، فلا يلتفت الإنسان إلى ما كان عليه من ذنوب ومعاصي، فإنه من تاب لله أبدل سيئاته حسنات وبشره بمغفرة وأعلى الدرجات. يقول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر العظيم أبي بكر وعمر وعثمان علي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين، اللهم أهلك اليهود الظالمة المعتدين، اللهم من أراد مصر بسوء فرد كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه، واجعل تدبيره تدميره. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، استغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.